بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه حلقة أيضا من حلقات مناقشة بعض مواد مشروع قانون حماية ما يسمى بحماية الأسرة. في ويبدو لي أنه هذا ممكن أقر في القراءة الأولى والثانية وليس الثالثة، ممكن اللي هو كان في عندي تعريف الاغتصاب. تعريف الاغتصاب، انتبه يا أستاذي، تعريف الاغتصاب ممارسة، لاحظ أنا بسأل مين اللي كاتب هالكلام، شو قصده، ومين قال لك أنه سيداو بتجبرك أنك تعرف بهذه الطريقة. ممارسة السلوك الجنسي غير الرضائي. طب ما هو أصلا الاغتصاب في القانون العقوبات إله تعريف، قانون العقوبات عن إله تعريف وإله عقوبة. طيب هل بغيره الآن تعريفه؟ ممارسة السلوك الجنسي غير الرضائي الذي يوقعه أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها. دير بالك، أحد أفراد الأسرة، يعني الآن دخل الزوج والزوجة في الموضوع، انتبهت الخباثة الخبث في الصياغة، دخلوا الزوج والزوجة لأنه هيو ممارسة، هذا هو التعريف، ممارسة السلوك الجنسي غير الرضائي الذي يوقعه أحد أفراد الأسرة. يعني أحد أفراد الأسرة مين؟ بدخل فيه الزوج والزوجة على غيره من أفرادها. دخلوا الزوج في جريمة بين الأزواج، وجريمة إنه الرضائي بين غير الأزواج جائز. الرضائي الرضائي، ممارسة السلوك الجنسي الرضائي لأنهم غير الرضائي، عفوا الرضائي، لأنه هذاك مش جريمة أصلا، هم بجنس الأسرة بهذا الرضائي. طيب فالآن دخلوا الأزواج، طيب إنه ودير بالك، خلينا نكون موضوعيين، هم شو بيقولوا؟ الذي يوقع أحد أفراد الأسرة، يعني ممكن الزوجة اللي توقعوا على الزوج، وممكن الزوج على الزوجة، مش هيك؟ الآن ملناش في باقي الأفراد، الآن احنا في موضوع الزوج والزوجة. إذا مش نتصور فقط إنه الزوج، لا، ما هم فاهمين إنه غالبا اللي ممكن الزوج، بس ما هو في ادعاءات. والعجيب لك تلاحظوا مثلا في القانون عندنا، إذا اثنين مثلا اتقاتلوا في الشارع، واحد منهم معتدي والثاني معتدى عليه فعلا، إذا بتلاحظوا اللي بسبق وبروح بقيم دعوة على طول بيعتقلوا الثاني خلاص. طب بكرة هاي ممكن طلقها أو اتطلقوا وأجت بعد ما كان سنتين الواقعة، أجت قالت أنا اغتصبني، زي ما بصير في الغرب اليوم إذا بتلاحظوا، زوجي أنا ما كنتش راضي واغتصبني. طبعا بيستدعوه مشاكل وتفاصيل وفضايح وإلى آخره، بس ادعاء لمجرد انه بتأكيد. وين من وصل في الموضوع؟ هذا مش قضية، انت بتجعل انت الزوج، انتوا لاحظوا انه هون في هذه المادة جعلوا الزوج زي غيره، يعني اي واحد بيغتصب طبعا بعد شوي، ما في عقوبة للاغتصاب، في عقوبة للاغتصاب مقدمات، في، وعلى فكرة اغتصاب سنين، سجن سنين اغتصاب داخل الزوجية. ما هو ما فرقش الزوجية عن غير الزوجية. ايش لما تسجنوا انت 7 سنين؟
تيجي ما. طيب طب أنا شو بدي أعرفه إنه الزوجة كانت راضية ولا ما كانتش وادعاها إلى آخره؟ بين الزوجين بتجعله زي أي فردين ثانيات؟ بعدين اغتصاب، أنت بتجعل اغتصاب الطفل زي اغتصاب الكبير؟ بتجعل اغتصاب بدي افترض اغتصاب الزوج اغتصاب زي أي ثاني اغتصاب ما فيش علاقات زوجية؟ شوفوا هذا، هذا اللي كتب مثل هذا الكلام مين هو؟ مين هو شو؟ وقديش منتمي لهالأمة أصلاً؟ قديش منتمي؟ طبعاً لما أجاء كلكم على فكرة يعني السجن 7 سنين ولا 10 تصور 7 سنين ولا 10 الزوج الزوج قال لأنه كانت مش راضية كانت لكن يبدو اللي حصل اللي حصل إنه هذا أنا مادة مفضوحة، هاي مفضوحة ومكشوفة. إيش الزوج زي باقي الناس؟ إيش الزوج زي باقي الناس في الاقتصاد؟ بتقولوا عنه غير رضائها، ما كانتش راضية، ما كانتش راضية. ما هم العرب قالوا يتمنعنا وهن الراغبات، وأنا شو دريني إنها مش راضية، أنا شو دريني إنها مش راضية. هذا كلام ولا وعدين الشهود وينهم؟ الشهود وينهم إنها مش راضية؟ كل في الاغتصاب اليوم، في الاغتصاب لما وهي مش راضية بتدعي عليه في الغرب على فكرة، بيجيبوه وبيبهدلوه حالته حالة عبين مع بين، وفي طرق، في طرق كثيرة إثبات ومش إثبات بين الزوجين بتكم تتدخلوا بهاي الطريقة هاي. بعدين هي شكت لكم ولا الحماة؟ ما هو أي واحد بقدر يرفع الدعوة. ولا هو اللي شكى لكم؟ هو ما هو ممكن يدعي على الزوجة وبكرة تنشحط الزوجة إنه اغتصبتني هاي. كيف؟ ما في منهن فعلا متدرب كاراتيه، ممكن ممكن في اقوى منه، بيبقى اختيار عمره، بيبقى اختيار عمره 80 وهي عمرها 40 وبتقيمه وبتنط بالارض. واجا قال اغتصبتني. ما يفهم النسوان انه بكره هن اللي بنشحطن، لانه ممكن هن برضه بعد ما يتدربن اليوم في الرياضه وغيره بصير ام بلا اجوا عدلوا. شو قالوا؟ طبعا ما هم بجوز هم ما عارفين اللي عدلوا انه بوصلهم في الاخير بوصلهم. لانه اسمع، مش راح تصير هاي في الاسر، يعني خصوصا المتدينه بتصيرش هاي. هاي بتصير اجى مثلا سكران ودخل الدار يا مرة وقالت غصب عني هو عادي هات قطبها. طيب شو صارت الماده 42؟ هذا التعديل الاخير يبدو هذا الآن يعني مقبول إلى حد ما. لاحظ بس محدد الزوج، والزوج هون شو بقول؟ قال يعاقب كل من عنف زوجه جسديا. شوف من عنف زوجه يعني الزوجة أو الزوج، في هون مساواة. لغايات إقامة علاقة جنسية دون رضاه إذا نجم عنه أذى جسدي، أجا يعني عن هذا أذى جسدي. طبعا وفي تقرير طبي من الجهة المختصة، شوف في تقرير طبي. هاي اختلفت الوضعية هنا، إنه صار هناك مفتوح المسألة وجعلوا الكل زي بعضه، يعني الأفراد اللي بيغتصبوا زي الزوج والزوجة. يعني هون قال لك بدنا نفضح إحنا، قاموها المادة هاي، قاموها بعد ما الناس صارت، والناس اصلا ما ثرتش مشان هاي. المهم هم مش عارفين شو الناس، المي بتجري من تحتهم وهم مش دارين انه بكره بتدخل دارك وانت مش داري، لانه الشهود اي شاهد شهد قضيه من القضايا الاسريه بلغ ولو كان غريب خلص، ما هو منصوص عليه انه الشاهد بروح بجيبهم. بجيبهم. طيب شو دون رضا؟ طبعا في تقرير طبي انه اذى جسدي مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار. شوف في المساء في الأموال شو قالوا؟ لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار. طب أنت في العقوبة بتقول لا تقل عن سنة، وين هذا في القوانين؟ هذا معناته واحد ما بفهم قانون. وين في القوانين ولا تزيد؟ يعني لازم قبل لا تقل لا تزيد. أنت تركت المسألة للقاضي، أعطاه 10 سنين مثلا، شو بتقول انت؟ هاي عم بتقول لي. وبعدين على فكرة يعني مقصودة هاي لا تقل، لا تقل عن سنة، فش ولا تزيد.
هذيك بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين. نبهوا على فكرة على هذا الكلام إنه هذه مواد مش قانون، هذا مش هيك القانون. أنت قلت لا تقل بين ما لا تزيد معناته مصر، هذا مشان تفتح باب شر، مشان تفتح باب شر. انتبهت وين؟ يكون القاضي إذا ارتشى ما بيش بعطيه سنة، بعطيه 10، بيقولوا له ليش عمره 16؟ بيقول لا تقل عن سنة ما هي 10. تفضل، شو هذا؟ هذا هذه صيغة قانونية. هذول المحامين اللي هذول القضاة اللي مصيغين هالكلام، ولا مين اللي مصيغلنا؟ طيب هون يعاقب، وحتى لا مترجم موجود، كان كان موجود ذلك على قوانينهم منضبطة ومشرعين بكونوا. فهون لاحظ يعاقب مرتكب الفعل الوارد في الفقرة كذا من هذه المادة بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن إلى آخره. شوفها هون شو قال، ولا تزيد في الحين الأولى ما فيهاش، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار إذا نتج عنه إعاقة أو عاهة دائمة. طيب هاي مفهوم إعاقة أو عاهة دائمة، هاي مفهوم الكلام. بس 7 سنين. طب هناك في المشروع اللي كاتباته أو ما أدري مين ما قالوا أعطوه على فكرة 7 و10 هيك بدون إعاقة ولا بدون خلاص ما فيش رضا ولا تقرير طبي. طيب هون طيب بعدين يعاقب مرتكب الفعل الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة بالسجن 15 سنة إذا أدى له وفاء. طب هذا معقول؟ هذا معقول. شفت لأنه هذاك لا يقبل السؤال. تيجي تقول لي أنا عدلت، إيش أنت عدلت؟ مين اللي كتب أصلا؟ حتى مين هو هذا اللي بيكتب بهالطريقة وبعدين تيجي تقول لي أنا عدلت؟ نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.